بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. أولا بحب أشكر كل الإخوة والأخوات اللي عملوا شير ولايك ووصلونا تقريبا لأول مرة في تاريخ القناة يوصل اللايك لفوق 600 لايك لفيديو واحد. بشكر حضراتكم وبنتمنى المزيد في النشر والاشتراك في قناتكم بانوراما زراعية. شكرا لحضراتكم جميعا وننتظر المزيد، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتكم. من عوامل نجاح الخيار الشتوي إن البدايات عندك تكون صح، وما تستعجلش على النبات، البدايات عندك تكون صح ما شاء الله من الأول للآخر كده. هتلاقي الجزئية اللي فوق دي كلها، طبعا احنا جمعنا اللي تحت، كلها الثمرة ممتازة جدا. هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا خمسة، هذا ستة، هذا سبعة، هذا ثمانية، هذا تسعة، هذا وعشر ثمرات في تقريبا ما كملش حتى يعني 20 سنتي هم أو 25 سنتي، فيهم 10 ثمرات تمام. والثمار اللي فيهم ان هي وصلت لمرحلة اللي ما فيهاش تنفيل ولا أي حاجة بقى، لا ده بقى الأمور كويسة يعني هتتجمع إن شاء الله تمام. غير كده دايما بص للنبات نظرة واحد زراعي، يعني انا عندي ده كمان اهوت هناخد من عليه 3 ثمرات اهوت كمان بالاضافة ليه تمام، ده هناخد من عليه كمان 3 ثمرات تمام. نشوف اللي بعده اهو، نيجي على اللي بعده نفس القصة ما شاء الله، يعني اهو من تحت، اهو من تحت كده اهو 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 ده الكبير اهو، النهاردة ده بيتجمع تمام، اللي بعده ده يومين ثلاثة وهيتجمع، اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده لحد ما نوصل لفوق. القمة النامية عاملة ايه؟ القمة النامية عندي واقفة، واقفة مين؟ القمة النامية ما بتوقفش، القمة النامية ما بتوقفش، ده خيار متسلق، انت اللي وقفتها تمام. تعالى كده نفس النبات اهو اهو اهو، شايف الفرع اللي هو الجانبي ده، هنيجي من هنا ادا واحد عقلة، ادا اتنين، ادا تلاتة، ادا اربعة، رابع عقلة، خمسة تمام. طيب نيجي على الناحية التانية كده نشوف الدنيا فيها ايه، ما شاء الله الوضع تمام التمام برضو اهو، دي هتتجمع النهاردة ودي هتتجمع النهاردة ودي هتتجمع النهاردة، ادا تلاتة. وهنيجي بعد كده دي خلاص وصلت لمرحلة ان احنا ما نخافش عليه، دي وصلت لمرحلة ان احنا ما نخافش عليها، وهكذا 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 ما شاء الله. ماشي، تعال على اللي بعده نفس القصة هي برضو ما شاء الله، حاجة تفرح. وكل ما بيطول النهار وبتزيد درجة الحرارة عندي الامور بتبقى افضل، الوضع بيبقى افضل تمام. اهو نفس القصة اهو، في توزيع كويس جدا على الساق، يعني في توزيع عندي كويس جدا بالنسبة للساق اهو، اللي هتجمع النهاردة اهو، شايف عدد الازهار قد ايه، واللي هي الحمد لله وصلت لمرحلة ان انا ما خافش عليه. هنيجي على حتى الجانبي ده هو كمان اهو، والله انا يعني ايه، انا مستخسر اللي فيه يعني، شوف انت عدي معايا، ادا واحد يعني ادا واحد عقلة، ادا اتنين، ادا تلات عقلات، ادا الرابعة، ادا الخمسة، خمس عقلات اهمت، لو هاخد من عليهم 5 ثمار وهجعل القمة النامية دهيت اشيلها خالص تمام. لان بعد كده انا هنزل تحت وهشيل دول، انا جمعتهم ما عادش عايز منهم حاجة خلاص اهو، هشيل الكم ورقة دول تمام، وهسيب الافرع الجانبية، فرع جانبي تحت اهو اهو، فرع جانبي اهو في كم ثمرة اهمت، هجمعهم 3 ثمرات ثمرتين بستفاد منه اهو، ده هشيل ده برضو ايه، ده لسه شوية، ده فرع جانبي برضو عليه كام، عليه 3 4 اهوت، بقصه من هنا واسيبهم 3 ثمرات هستفاد بيهم. الفرع الجانبي التاني برضو 4 ثمرات اهوت ممتازين، ما فيهمش اي عيوب باذن الله تعالى، مسألة وقت وهجمع منهم. يبقى انا عندي اربع افرع جانبية اهوت لحد دلوقتي تمام اهو، ادا واحد كمان اهو، خمسة واحد، ادا اتنين تلاتة، اربع افرع جانبية هم تسيبهم، واللي تحت ده ما عادش يلزمني في حاجة، ثمرة مع جرامة زي ديت اللي تحت ديت من الاول خلاص بشيلها برضو ما عادلهاش لازمة تمام. وممكن اخربش جنب النبات خربشة كده بسيطة تمام، وهبدأ التسميد بس ما يقلش عندي، التسميد ما يقلش عندي تمام، اسمت كويس تمام. من عوامل بقى
النجاح في الخيار الشتوي، اول حاجه زي ما قلت لك من الاول برضو اهو هشيل الجانبي ده اهو، ها اقصه كده كفايه عليا اربع ثمرات، حاجه على دهوت برضو كفايه عليا الايه اربع ثمرات اهو. يا جماعه ده علم على فكره، مش يعني مش مخلل، هو ده علم. المفروض تكون بتدير النبات يبقى تديره صح. ايوه هي مش عافيه اصلا، اهي اربع ثمرات وهشيل، انا مستخسرهم، انا المفروض يعني ثلاثة بس انا مستخسر ان انا اقطع، يعني لان طلعت فوق واصبحت الاضاءه افضل والتغذيه ان شاء الله باذن الله تعالى نزيدها على كل العناصر بحيث ان انا احصل على دنيا كويسه يعني بالنسبه للخيار. الفتره اللي فاتت كان التسميد قليل، تمام. دلوقتي هنبدا نسمد. ليه؟ الفتره اللي فاتت كان الجو برد قوي، النهارده النهار ابتدى يطول واموره بقت كويسه، فهنبدا باذن الله تعالى نزيد من التسميد تاني. وسر النجاح يا جماعه في زي ما قلت لك البدايات كويسه، دي رقم واحد. رقم اتنين انك تدير النبات في التربيه صح، ما تبخلش من الاول وتقعد سايب لي النبات كله افرع جانبيه تحت وفي الاخر تقول لي لا اصل انا عايز اخد دلوقتي. لا، لو انت اربي شجره، شايف العين بتاع النبات قد ايه ما شاء الله، شايف القمة النامية ما شاء الله، لو أنا ربطت خيطنا هوت أو حطيت علامة سولوتيب مثلا على العقلة دهيت وسبتها يومين ثلاثة هلاقيها مفلتة ديت ثلاثة أربع عقلات تاني، يعني سبتها ثلاثة أربع أيام النهاردة وحطيت علامة هنا يعني حتة سولوتيب كده حمراء ولزقتها هنا، تمام، هلاقي زيادة في النبات، ده نشاط النبات، النبات زايد مش واقف، تمام. فعشان كده زي ما قلت لك تربيتك صح، التسميد بتاعك صح، واهم حاجه يا جماعه التسميد الورقي. التسميد الورقي، شايف لون اللي فيه اللمعه بتاعه النبات، شايف اللي بتاعه الثمره، لمعه الثمره، شايف شكلها ايه؟ الثمره بتلمع اهي، بتلمع الثمره بتلمع، مش ده دليل على ان النبات صحي يا جماعه، ده دليل على ان النبات صحي، تمام. ال 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 دائما وابدا بنتكلم على مكافحة البياض الزغب. مكافحة البياض الزغبي أهم شيء التهوية، اللي أهم من الرش التهوية النبات نفسه، إن احنا نهوي البيوت بتاعتنا. لو هوينا البيوت بتاعتنا أمورك هتبقى كويسة خالص يعني، تمام. ما هويتش الخيار لو كل يوم بترش وفي مية حرة على الورقة، شايف المية الحرة دي، أنا مش عايز المية الحرة دي، يعني المفروض تطير خالص أهي، مية حرة الفري ووتر اهو، ده سبب المشاكل بتاعت الزغب. ما عندنا زغب لان انا عندي مراوح طبعا. اهم شيء اللمعة بتاعت النبات. زي ما قلنا البياض الزغبي كافحوه كويس، تمام، والمكافحة بتاعته انك ترش. احنا بندردش يعني، اللي مش عايز يسمع ما يسمعش، بس احنا بندردش وبوريك الوضع يعني عامل ايه. شايف ازول ما شاء الله، شايف ازول، شايف ما شاء الله، الثمار، العدد، شايف العدد قد ايه، ما شاء الله، ده كبير، ده هيتجمع بعده، ما فيش حاجه بقى اسمها يقف، لا، انتاج محترم، مكافحه. اهم شيء العناصر الصغرى، رش العناصر الصغرى كويس جدا، رش العناصر الصغرى بس ما شاء الله. شايفين، شايفين يا جماعة، شايف، رش العناصر الصغرى وترش الأحماض الأمينية على طول باستمرار كده، تحافظ على النبات في البرد، هتلاقي الوضع الدهوة قائم. شايف شايف الكميات، مرشق كله ما شاء الله أهو.
ده لسه جامعين اهوت ما شاء الله برضو يعني ما شاء الله ده لسه جامعين ما شاء الله. ده لسه مجموع يعني شايف دي دول الثلاث ثمرات دول ان شاء الله بعد يومين النهارده الاحد الاحد ان شاء الله الثلاثه هنجمعهم واحد ادا اتنين ادا ثلاثة. لو كل نبات خدت منه ثلاثه امورك كويسه خالص فاهمني، ثلاث حبيات ممكن اربعه ممكن خمسه على حسب يعني. طبعا الخيار عايز يتلف، ده عايز يتلف. شوف كمية الثمار ما شاء الله، شايف كمية الثمار ما شاء الله تبارك الرحمن.